مدرب صن داونز عشان فاز الاهلي على الاهلي مرتين، وارد انه يحصل قريب، وارد انه يحصل قريب. فبالتالي ده امر من الامور المهمه. في كل الاحوال هارد لاك لينا ان شاء الله باذن الله القادم افضل. والاهم في كل هذه الامور في الماتش بتاع امبارح ده او بعد انتهاء الجوله دي، ان مصيرك في اقدام لاعبيك، مصير الاهلي في اقدام لعبته. تكسب ماتشين المريخ والهلال باذن الله، واحد احد المريخ يوم الجمعه والهلال امتى؟ بص بقى يعني الشيء بالشيء يذكر، الهلال يعني احنا هنلعب ماتش السنغال هناك في السنغال يوم 29 من الشهر ده باذن الله يا رب نفرح كلنا بالصعود لكاس العالم يا رب. 29 هتلعب، يوم 1 ابريل تلعب ماتش الهلال. انتوا متخيلين؟ واحنا عندنا بقى لعيبه كتير جدا في المنتخب، وبمناسبه المنتخب كله مرتبط ببعض يا جماعه. احنا كسبانين اهو بيراميدز، احنا مش كسبانين، احنا مقطعين بيراميدز، قطعناهم. الاهلي قطع بيراميدز 3-0، ومش هو الوحيد بس الفريق اللي خسر بالسكور ده. قطعناهم ولا لا؟ قطعناه. الاهلي كان خايف ولا لا؟ ما كانش خايف، بس برضه حتى بعد ما قطعنا بيراميدز وبعد ما كسبنا 3 نقط مهمين وبعد الاداء والنتيجه الكبيره دي، احنا كنا بنقول برضه يا جماعه من الافضل، من الافضل لما يكون عندك فريق كده في الدوري زي الاهلي زي الزمالك الانديه الكبيره دي زي بيراميدز، يكون عندهم عدد كبير من اللعيبه في منتخب مصر، فكر في مصلحه المنتخب، فريح اللعيبه دي شويه لان عندهم ارتباطات افريقيه. فانا خايف ان المنتخب يتضرر في الاخر من ضغط المباريات اللي على النادي الاهلي كمان تحديدا، لان المصلحه العامه بتقتضي ان احنا عايزين المنتخب باذن الله يوصل كاس عالم، هو فرحتنا هتكون في كده. فلازم ناخد بالنا من الحته دي فيما بعد. اتمنى ان كان يبقى او كنت اتمنى ان يكون في مراعاه لمشاركه الاهلي في افريقيا ومراعاه مشاركه الزمالك وبيراميدز عشان المنتخب يبقى كامل العدد. عايزين شفنا واحد زي محمد هاني مثلا وقع اهو، ان شاء الله باذن الله اصابه خفيفه او اجهاد في العضله الضمه، بس هو كان من المرشحين بقوه لانضمام لمنتخب مصر. الاجهاد ده جاله بسبب ايه؟ بسبب ضغط الماتشات، بسبب المباريات الكتيره اللي بيلعبها، بسبب حاجات كتير. فانا عشان احافظ على المنتخب لازم افكر ازاي اريح لعيبه الانديه دي عشان اكسب اللعيبه دي في الماتشين الاهم بالنسبه لي، ماتشين السنغال. الموضوع مش محتاج يعني، لكن في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل. طيب خليني اقول لحضراتكم نتائج الجوله اللي فاتت او اللي خلصت في دوري ابطال افريقيا.